حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة؟ نعم. يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم نعم. عدة لا تنقضي بالعدة، لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان.